عم نحكي هون عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. حتشوفوا كمية تنظيم، شيء جديد، شيء مرتب، بحر ولا أجمل، رمال بيضاء هون، شيء حيبهركم وشيء حيكون فعلا مخالف توقعاتكم. باختصار حتشوفوا 20-30 على أرض الواقع. نعم، شوفوا الرحلة هي ما أجملها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وخلونا نبدأ. هاي هون محطة قطار الحرمين، هون بقى مباشرة ممكن تيجي على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مباشرة بالقطار. طبعا المدينة هون بتكون، ولكن هذا هو مكان المحطة. هاي هون كمان في جامعة موجودة، جامعة الأمير محمد بن سلمان أو كلية محمد بن سلمان الإدارة موجودة هون. هذا هون دخلنا نحن على منطقة البيلسان أو حي البيلسان، اللي هو يعتبر تقريبا يعني المنطقة الحية والنابضة بكيك أو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. فيكم أكيد تشوفوا هون على اليسار، كمان في هون مثل منتزه جميل جدا حنشوفه كمان شوي، ولكن حبيت أورجيكم كيف الترتيب، يعني شيء راقي جدا وشيء جميل. نحن نحكي هون عن يعني واحدة من أحدث المدن في السعودية مبنية بالكامل من الصفر. هون بتصير كتير فعاليات، هذا هون نوع من أنواع المسارح، حتى هون في سيارات جولف موجودة. وانتم ما شايفين الدنيا بيس والأجواء لطيفة جدا بالشتاء بتكون، ولكن أكيد حتى في المدينة هي مع أنه صغير، ولكن أكيد في إشارات وفي أحيانا تصير ازدحام، خاصة في أوقات اللي هي نهاية الأسبوع. طبعا واحدة من النشاطات الحلوة هون بكيك هي موضوع الكارتينج هون، أو هو حلبة الكارتينج الكبيرة هي كلها. هخليكم تعرفوا التفاصيل تبعتها هلا قبل ما نروح على الشاطئ. هون معنا السيد عمر، اكيد حيتكلمنا عن موضوع الكارتينج. السلام عليكم جميعا، احنا هنا جمان كارتينج في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كلكم عارفين طبعا سباق السيارات اللي هو الكارتينج، بتكون سيارات فورمولا 1 مصغرة. فاميلي فريندلي اكسبيرينس، كل الناس يعني فاميلي، رجال ونساء. اقل عمر للقيادة تقريبا 13 سنة. بالنسبة للسوق لازم يكون لابس شوز وانت بكرامة. وللابسين ثياب عبايات او دريسز بياخذوا الملابس من عندنا. حلو جدا. وبالنسبة للاسعار، عندنا الاسعار من الاحد الى الخميس ب 50 ريال والمدة 10 دقائق، وفي الويكند ب 95 والمدة 10 دقائق. والدوام؟ من الساعة 3 العصر الى 11 بالليل على مدار الاسبوع. في البيك اشهر مطاعم السعودية اكيد جنب الكارتينج. كمان قربنا على الشاطئ وعلى المارينا، فمثل ما شايفين شلون البيلسان هي المنطقة، ومثل ما شايفين شلون عمليات التنظيم صراحة عالية هون، في مستوى كتير عالي، وحتى البناء نوعا ما شايفين شكله كيف مرتب. كل هذا مطل على البحر، هلا حنشوفه كمان شوي بس إن شاء الله نلحق الشمس لأنه الدنيا زحمة اليوم. لو جينا هلا صورنا، هذا هو الشاطئ العام الموجود. مثل ما نحن حكينا إنه نحن هلا بالويكند كتير زحمة، بما انه كمان في فعاليات موجودة كتير، ولكن حبيت اورجيكم الشاطئ شلون. شايفين شلون النظافة موجودة بشكل منيح كتير صراحة. نجي هون بقى على الكورنيش الموجود وعلى الفعاليات. طبعا المنطقة هون يعني هاي شغلات مشغلة دائمة عشان تكونوا بالصورة، ولكن هاي المنطقة دائما هون بصير فيها فعاليات بشكل يعني مستمر، وخاصة فترة الشتاء، لانه احنا حكينا انه الشتاء هون كتير جميل. واليوم درجة الحرارة مثلا احنا هلا شهر فبراير بدرجة الحرارة ما تتجاوز 20-18-22، ما شايفين شلون. وهي هون بقى مثل صايرة فعاليات موجودة، بالاضافة هون ارض خضراء كاملة.
حتى هون كمان في الفود تراكس الموجودة. هاي كلها هون فود تراكس موجودة هون وقاعدة في النص، ومثل ما شايفين شلون الناس هون اخذ راحتها، ما في قيود مثلا مثل المدن الاخرى. هلا بقى ومشينا مباشرة باتجاه الكورنيش، نقدر نقول الساحل البحري اللي هو مثل الممشى صاير. طبعا هون لسه نحن مستمرين هلا. طبعا الشيء الجميل هون انه في حمامات اكيد عمومية موجودة للرجال والنساء. طبعا هي مدينه كامله مثل ما شفنا، هي البناء شفناه من ورا، هذا هو هون البناء كله مطل مباشره، وهي هون كل اعداد. طبعا هي كافيات موجوده مطله على البحر بشكل مباشر. فحلاوه المكان هون روحه كتير جميله، كتير اوبن مايند. الناس هون يعني ما في اي قيود معينه، ما في اي شيء بيخلي الناس تيجي تنبسط وتستمتع بالاجواء. الخيارات المتاحة تعتبر نوعا ما كبيرة، ونحن لأنه زحمة بالعادة ما تكون هيك زحمة أبدا جت لها قبل، ولكن سبحان الله أحيانا هيك أماكن بتحلى بالزحمة. يعني هون حتى كمان هاي جمل هون على الشط مباشرة. Interesting. طبعاً حبينا نوريكم المكان قبل ما تغرب الشمس، ولكن بما أنه اليوم نحن جايين بوقت فعاليات، فبالتالي حتكون في فعاليات كتير. حنورجكم كمان كيف هذا الممشى حيصير بالمساء، بالإضافة للفعاليات الموسيقية. أي الموسيقية، نعم في شيء كتير تغير بالسعودية يا جماعة، الموسيقية وبشكل كتير مبتكر، وكله حنشوفه. وعدناكم هلا بعد ما خلصتم الغروب حنورجيكم الأجواء الرائعة والساحرة بالليل. الإنارة يا جماعة عملت شغلة بالممشى بشكل صار فيه مختلف جدا. هذا موجود بآخر الممشى تقريبا. هاي هون كل الألعاب تقريبا تبعت الحظ، واللي بتأخر شيء بتفوز بأحد الجوائز هاي كالعادة. كم سعر التذكرة؟ كل الألعاب؟ واللي يفوز ياخذ هدية. ايش الهدية؟ سواء كبيرة أو صغيرة. ايش اللعبة طيب هنا؟ هنا كورة وصحن، اختار واحد فيهم. الكورة لازم تختار ثلاثة اللي فوق، الصحن الاثنين اللي تحت. حلو، ما شايفين صراحة الأجواء كتير جميلة، كتير حلوة يعني بكل مكان. حتى هون كان كرنفال، هون هلا هون صاير مثل كمان أعداد هيك على البحر مباشرة بشكل تراثي شوي صايرة. فعم نشوف شغلات صراحة جميلة جدا، عطت انطباع كتير حلو. هون كمان في فعاليات كبيره، هون منطقه الشواء كمان، ما بعرف صراحه شكلهم كيف تشوي. الشيء الجميل هون هي منطقه الباربيكيو يا جماعه، طلع عندهم مثل الجلسات شفناها قبل شوي، ولكن تتميز انه بتدفع 50 ريال على الجلسه، بالاضافه في عندك تطلب وجبات شيش طاووق ب 45 ريال، الكباب ب 50، في الريش ب 65. لا ما هني بشو لك اياهم او تشويه على الشوايات اللي هون بيسووا لك اياها بالكامل بنفس السعر. في عنده كمان شياش ورقيل بده ارجل بحوالي 50 ريال. فحلاوتهم مميزين عن بقيه المطاعم الموجودين هون انه هني مباشره على البحر، ومثل ما شايفين الدنيا رائعه اكثر. وهون بقى لكله لنهايه الممشى، مثل ما شايفين كله عباره عن اكشاك موجوده.
بترجع بقى هون بنروح بقى بنرجع مره ثانيه على الممشى ونشوف هنيك هلا الفعاليات اللي صارت هون. انه مثل ما شايفين يعني الناس عم تشتغل من اهل البلد والسعوديه، ونفس الوقت الاسعار بالكشكات هي نوعا ما تعتبر رايقه واسعار ظريفه، يعني انه تله ب 10 ريال، الشاي ب 3 ريال، القهوه ب 7 ريال، تمشي لقدام شوي بتلاقي كمان اسعار يعني تقريبا نفس الشيء، عكس بقى بقية المطاعم لما انت بتاخدها وبتخدم المطاعم بتكون اغلى شوي اكيد. هون بقى الجلسات اللي شفناها بالصباح، ولكن شايفين شلون اضاءة الليل بتعطي بهجة اكتر وجميلة اكتر يعني. والفعالي هون بقى اي هون الفعاليات كلها بتكون موجودة. هذا محل ما كنا موجودين قبل شوي هون. هاي هون كلها فعاليات بلاي ستيشن وضربات الحظ مثلا. هاي كلها هون كافيات ومطاعم. فيعني الاجواء تقريبا كتير هيك رائعة جميلة خارج اكيد السعودية. النمط اللي بتحس فيه هون الناس كلها اخذ راحتها بشكل ما في خيوط ابدا، والناس كلها يعني ماشيين ومشهد التنظيم موجود صراحة وبقوة. يعني حتى هون يعني احنا وكملنا شوي نشوف كمان في كمان عزف بيانو كان موجود. فشايفين شلون يعني المكان بنبض بالحياة بالليل. هون قربنا على تبع البيانو. خلص تبع البيانو على حظ. هي اللطيفة هي الجميلة هي الفرفيرة هون موجودة. هاي هون مثل نشوف الكرة على الأرض. وبعدين كمان عندك هون مثل كمان مثل ممر كهرباء تبع هاي ال كم الأسعار يا باشا؟ 15 اللعبة الوحدة؟ ايه طيب شفتوا هذا هو المكان. Say something. اوكي الشيء اللي يعني بعد ما اخذنا روحه رجعه، الشيء لازم تعرفوه انه هون المكان كتير جميل كمكان عائلي، حتى كمان شله رفقات طالعين. النشاطات الموجوده اليوم بعالم اللحظات وهي فعاليه مؤقته طبعا، ولكن اكيد الممشى حيضل موجود. كتير نشاطات حلوه والجو جميل جدا بيساعد انك تستمتع بهالاجواء هي الاحتفاليه الرائعه جدا. باقي لنا مثلا نروح اخر شيء على الفود كورتس والفود تراكس الموجودين لا تستمتعوا فعلا بالأجواء على أصولة بالكامل. يا بويا كيف الدنيا بتصير بالليل. شكون استمتعتوا اليوم بهالزيارة الرائعة الجميلة جدا للسعودية الجديدة بشكل مختلف عن التعريف.